أبدأ معك من زيارة بلينكين، هذه الزيارة الخامسة للمنطقة سعياً لتحقيق نفس الأهداف التي أعلن عنها خلال الزيارات السابقة، ماذا تحمل مختلفاً هذه المرة؟ أنا في تقديري هو هناك مناخ جديد يتشكل في إطار السعي الأمريكي لمحاولة وقف إطلاق النار والمضي ترتيب يعني تدريجيا نحو توقيع هدنة جديدة، لكن ربما بلينكين يستمع أكثر مما يتعهد بهذا الإطار. هناك ضغوطات أمريكية حقيقية على إسرائيل خلال الفترة الماضية مع استمرار يعني التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المشهد بصورة أو أخرى، جزء مرتبط بتضرر المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وبداية عسكرة المشهد بصورة مرتبطة بالعمليات العسكرية وانفتاح جبهة سوريا، العراق، الحدود الأردنية السورية، اليمن. هناك مخاوف أمريكية حضرتك حقيقية مما يجري، وبالتالي يتحرك الجانب الأمريكي في هذا التوقيت في اتجاهين، اتجاه موضوع قطاع غزة لأنه هو السبب الرئيسي فيما يجري، والمسار الثاني هو محاولة للاستماع والإنصات لما يطرحه الوسطاء الإقليميين سواء كان مصر وقطر، وحضرتك تعلمي أنه سيذهب أيضا إلى قطر، معنى كيف سيسأل سؤالا مباشرا للبلدين، ماذا توصلتم؟ ماذا تحمل حركة حماس من ردود فعل طيب مباشرة؟ ربما ما هو الموقف دكتور تجاه طارق ما يجري؟ هذه المخاوف التي ذكرت، هذه المخاوف الحقيقية بوصفك لها الأمريكية، يعني أين تكمن؟ لأنه هناك ربما تناقض بين هذه المخاوف التي يعلن عنها يعني في تصريحات وبين ما يجري على الأرض. يعني أنا في تقديري أحد أهم أسباب تحرك بلينكين والإدارة الأمريكية الآن هو محاولة لتطويق ما يجري في قطاع غزة واقتصاره على غزة وعلى وليس انفتاح على سائر الجبهات الأخرى. بالفعل شعبية الرئيس الأمريكي كما تعلمي تنخفض بصورة كبيرة، هناك تجاذب وتباين كبير داخل الكونجرس ومجلس الشيوخ حول الأولويات والمهام وتفاصيل ما يجري، وبالتالي في ضغوطات على الإدارة الأمريكية. الرجل ليس يعني قادم ليحل مشكلة أو يطرح رؤى، هو يريد أن يتفهم ما الذي يجري في ردود فعل حركة حماس. وحضرتك تعلمي أنه الجانب الإسرائيلي أوشك على الموافقة إن لم يكن وافق بالفعل على إتمام ما تم الاتفاق بشأنه، وهناك تفويض تم منحه لرئيسي الموساد وجهاز الأمن الداخلي الشباك حول هذا الأمر، ومجلس الحرب سلم بضرورة الدخول في هدنة جديدة وتوقيعها بصرف النظر عن التفاصيل والأعداد، هذا يعني مهمة الفريق الفني من قبل الطرفين. لكن المشكلة الرئيسية الآن هي الضمانات، هل تمنح الإدارة الأمريكية ضمانات؟ هل تلتزم بالتعامل مع الحكومة الإسرائيلية؟ الحكومة الإسرائيلية مراوغة يا سيدتي، وطبعا هناك حالة من الجفاء ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو شخصيا، لأنه كما تعلمين الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بتغيير مكونات الائتلاف وطالب بمراجعة الموقف الأمني والعسكري في إسرائيل، هذه أمور لم تعد تروك للجانب الإسرائيلي. الإسرائيليين يريدون مرحلة أولى للهدنة ثم ربما يكون هناك سيناريوهات أخرى متعلقة بمراحل أخرى، لكن ربما هنا يبقى هذا الجفاء دكتور طارق على مستوى التصريحات فقط من قبل يعني الجانبين، لكن على الأرض بايدن مستعد لاستخدام الفيتو لاستمرار الدعم العسكري لتقديم الدعم العسكري لإسرائيل، في الآخر يعني يوافق على كل يعني ما تقوم به من انتهاكات بحق قطاع غزة أيضا. يعني سيدتي الإدارة الأمريكية تحاول أن تنجح خطوة في إطار التعامل مع هذه الحكومة، الحكومة الإسرائيلية حكومة بتمارس أعمال العنف بهذه الصورة الغير مسبوقة، إرهاب ممنهج ومنظم بصورة كبيرة، لكن المصالح الأمريكية الإسرائيلية ربما تؤكد ما ذكرتيه حضرتك، لكن المشكلة الآن في تعامل الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية من الداخل هناك صراعات كبيرة، وكما أشرت في الكونجرس ومجلس الشيوخ فهناك حرص على تطويق الخلاف الحالي بمعنى ألا تتضرر المصالح الأمريكية، المصالح الأمريكية حضرتك إذا تضررت بهذه الصورة الكبيرة في الإقليم وتم استهداف الحضور العسكري والاستراتيجي، الإدارة الأمريكية أؤكد لحضرتك أنها ستضغط ضغطا مباشرا لوقف إطلاق النار وليس فقط مجرد توقيع الهدنة. حتى الآن الإدارة الأمريكية تتعامل بمنطق أنه لا ضرر كبير وأنه لم يسقط سوى 3 جنود في المواجهة واستهداف القاعدة الأمريكية في الحدود السورية الأردنية، وبالتالي هذا ليس يعني
مشكلة كبيرة، لكن التضرر الأكبر هو في المصالح العسكرية، استهداف قواعد عسكرية حقيقية، سقوط عدد من القتلى الأمريكان في المواجهة، كل ده يغير من قواعد اللعبة. الحكومة الإسرائيلية تضغط في هذا الاتجاه. هل تريد الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي بلينكين أن يقدم ضمانات أو تعهدات؟ هذا هو المطلوب، يعني أن ينتقل. ما طبيعة هذه الضمانات دكتور طارق؟ إسرائيل إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقدم ضمانات، تقدم ضمانات وتعهدات بالضغط على إسرائيل لتمرير ما يتم الاتفاق عليه. لا أحد يضمن إسرائيل سيدتي، وبالتالي الحديث عن مراحل تدريجية لإتمام صفقة مع الجانب الإسرائيلي ربما يلتزموا بالمرحلة الأولى ولن يلتزموا بالخطوات التالية، وبالتالي هذا هو المطلوب الآن. إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد وتملكتها إرادة سياسية حقيقية أن تقدم على الأقل تعهدات وضمانات لاستمرار هذه الخطوة وليس الانحياز لإسرائيل بهذه الصورة. هذه الحكومة الإسرائيلية وعلاقتها بالإدارة تضررت العلاقات بصورة كبيرة، وأصبحت هناك مخاوف من فشل الرئيس الأمريكي نفسه في خوض العملية الانتخابية، هناك صراع حقيقي داخل الحزب من الراديكاليين والتقدميين اللي هو التيار الصاعد بقوة في الحزب، بأنه الرئيس الأمريكي قدم شيكا على بياض لإسرائيل، قدم لها صفقات السلاح بصورة متتالية. بلينكين هذا هو الذي وقع الصفقة الثانية تحت بند الطوارئ للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي إذا كانت الإدارة الأمريكية وإذا كان بلينكين جادا فيما سيقوله، أعتقد أنه مطالبين بأن يبدو هذه الأمور. هم لن يأتوا بكل الخيارات، لكن موضوع التعهدات أمر مهم، الضمانات ولو على الأقل في المرحلة الأولى أمر يمكن أن يدفع الجانب المقاومة الفلسطينية للقبول بهذا. بدون ذلك لا أعتقد أنه جولاته ستنجح. هو يتحدث عن ترتيبات الأمنية، القاهرة أيضا لديها هواجسها من السلوك الأمريكي الإسرائيلي في موضوع ممر صلاح الدين واستمرار المخطط الشيطاني اللي رفضته القاهرة في موضوع الترانسفير والترحيل. فالآن القاهرة تريد أن تقول لوزير الخارجية الأمريكي إذا عدتم عدنا، بمعنى أنتم أيضا شركاء في معاهدة السلام، وجيمي كارتر موقع جنب السادات ومناحم بيجن، إذا لم تلتزموا بهذا فمعاهدة السلام أصلا ستتضرر بصورة كبيرة. هذه الرسائل المباشرة القاهرة أيضا بالنسبة للجزء الثنائي حريصة على نقلها للإدارة الأمريكية، وعليها أن تؤدي دور مباشر ولا تستمر في دعم إسرائيل بصورة غير مسبوقة. يعني في جزء ثنائي في الزيارة، وبلينكين تحدث في هذا قبل أن يأتي، وسيعود من جولاته أيضا ليقوم في جلسة الإنصات في الكونغرس حول ماذا حصلتم من الدول التي قمتم بزيارتها، بمعنى أنه الرئيس الوزير الخارجية الأمريكي لا يأتي للحديث والاستماع، لكنه أيضا كإدارة ملتزم بنقل بعض الأمور. سيذهب إلى قطر، سيستمع إلى تفاصيل أخرى متعلقة بموضوع إتمام الهدنة والانتقال تدريجيا إلى وقف إطلاق نار، والقضية ليست مش في شهر ولا أسبوع ولا إجراءات بناء ثقة ومبادلات الأسرى من هنا وهناك، لا هذه تفاصيل، لكن في النهاية الإدارة الأمريكية عليها مسؤولية كبيرة حضرتك في وقف كل ما يجري والتعامل على الأقل بنقول في الحد الأدنى من نمط العلاقة مع الدول العربية التي سيزورها بلينكين.